وطن واحد، وإن اختلفت العقائد والقوميات والأعراق فالعراقي هو نفسه سواء كان في البصرة أو الأنبار أو في أربيل ودهوك. في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار تألف العين رؤية لافتات محلات ومطاعم وشركات تحمل أسماء كردية يملكها مواطنون أكراد سكنوا واستقر بهم وبأسرهم المقام في الرمادي منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الأوضاع الأمنية آنذاك. من بعد التهجير احنا جينا للرمادي هنا اشتغلنا وشفنا شغل حلو والناس طيبة وما نفرق احنا بين العربي والكردي، بالعكس زادت الثقافة من بعد التهجير بالرمادي والناس اتطورت بالزايد. ولأنه العراق فإن التلاحم والتكافل هو السمة السائدة بين أبنائه، فما جرى في القرن الماضي تكرر بصورة معاكسة، فهجر العرب من الأنبار وغيرها إلى كردستان العراق بسبب المعارك في السنوات الماضية. هجرنا للشمال غير، والله الكرد استقبلونا استقبال جيد جدا وباحترام وبإخلاق وبأدب وكرم وشي، يعني الشي أقول لك أعبر لك أكو أكثر. ولهسه حاليا احنا من نروح نجيب سيارات من الكراد وشي، يعني شو يريد يوفرونا مو مال يعني اي بالله. وهسه عمامة يعني نازلين بربيل، يعني حيل معاملتهم يعني جيده جدا على مستوى عالي واخلاق طيبه ومبدك والله نعتز بهم. وبرغم معاناه العراقيين من الفوضى الامنيه الا ان تلك الظروف العصيبه اثمرت مزيدا من الوحده بين فئات الشعب العراقي. صار امتزاج بالثقافه المشتركه، بعد احنا بلد واحد صحيح هم قوميه تختلف بس احنا نظل عراقيين، نظل دولة واحدة وبلد واحد وعالم واحد يجمعنا هو العراق. وبين النزوح القسري بسبب الحرب والسعي على الرزق، يبقى اختلاف العرقيات والقوميات والعقائد مصدرا للقوة للضعف للعراق والعراقيين، مهما حاولت أحزاب السلطة أن تراهن على غرس بذور الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد.